يرفض التبعية لإيران وأبرز المعارضين لتدخلاتها في بلاده، زعيم التيار الأكثر شعبية في العراق، وهو في نظر أنصاره صاحب حكمة تفوق أعوامه 48. اعتزاله الحياة السياسية مؤخراً شكل صدمة لدى الشارع العراقي. فمن هو مقتدى الصدر؟ لا، بالسياسة أنا ما أتدخل، وأنا قلت أنه بارحة اعتزلت وهذا اعتزال نهائي. ولد الصدر في عام 1974 بالكوفة قرب مدينة النجف جنوب بغداد. ورث شعبيته الواسعة من والده محمد صادق الصدر الذي كان مرجعاً شيعياً معروفاً في العراق حتى مقتله عام 1999. لم يكن الصدر معروفاً فعلياً خارج العراق قبل حرب عام 2003، لكن سرعان ما أصبح رمزاً لمقاومة الغزو الأمريكي بتشكيله أول فصيل شيعي لمواجهة الأمريكيين تحت اسم جيش المهدي. ومع مرور الوقت وسنوات من الاضطرابات في الأراضي العراقية، قرر الصدر دخول المعترك السياسي وجذب إليه ملايين العراقيين بعدما تعهد بالقضاء على الفساد المستشري في الدولة. شغل أعضاء من التيار الصدري مناصب عليا في وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات منذ انتخابات عام 2018، وفي الانتخابات البرلمانية عام 2021 حل التيار في المركز الأول، وزاد عدد المقاعد التي يهيمن عليها في البرلمان من 54 مقعداً إلى 73. لكن وفي منتصف يونيو الماضي انسحب نواب التيار بشكل جماعي بناء على توجيه من الصدر نفسه، ومنذ ذلك التاريخ يعيش العراق أزمة سياسية عميقة مع فشل الأطراف السياسيين بتعيين رئيس وزراء جديد ورئيس جديد. ومع نهاية شهر يوليو عام 2022 اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي التكتل البرلماني الشيعي الموالي لإيران محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، طالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ثم إن على الثوار والمعتصمين الأحبة الأعزة البقاء والاستمرار على اعتصامهم لحين تحقيق المطالب. محللون يعتبرون الصدر أنه يقف حاجزاً أمام الهيمنة الإيرانية على بلاده، ففي 8 فبراير عام 2022 وجه زعيم التيار الصدري رسالة لإيران عبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني الذي التقاه بعد محاولات عدة. وجه رسالة مفادها بأن العراق دولة عربية ذات سيادة وسيشق طريقه بنفسه دون تدخلات طهران. 4 مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف قالوا إن الصدر استقبل قاني بجفاء واضح متحديا إياه بالقول: ما علاقة السياسة العراقية بكم؟ لا نريدكم أن تتدخلوا. ومع إعلان الصدر الانسحاب من الحياة السياسية اندلعت اشتباكات بين مؤيديه وخصومه من الإطار التنسيقي الموالي لإيران في المنطقة الخضراء وسط بغداد، اشتباكات أوقعت عدداً من القتلى ومئات الجرحى، ليخرج الصدر إلى أنصاره معلناً إضرابه عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح، ولاحقاً دعاهم إلى الانسحاب معتذراً للشعب العراقي على العنف في البلاد. وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث.